السلام عليكم، كي دايرين؟ نتمنى كلكم تكونوا بخير وعلى خير، عواشركم مبروكه. الله يدخل عليكم هذا العيد بالصحه والسلامه وطول العمر يا ربي. اليوم فيديو جديد، ولكن قبل غادي نشكر الناس اللي انضموا عندي للقناه. تنقول لهم مرحبا بكم والف مرحبا. كما تلاحظوا اليوم غندير لكم صابلي، شكيلات ديال الصابلي، ولكن بلا عجينه، بلا بيض، بلا زبده، بلا دقيق، يعني ما غاديش تعجنوا، ما فيه لا تمارة لا حتى حاجه، يعني غير غتذوقوا صافي. هادو الناس اللي مازالين معطلين، مازال ما داروا حلوة العيد، يجيو مرحبا والف مرحبا. راه اسهل صابلي غادي تصاوبوه ومذاق رائع. كما تلاحظوا عندي غادي نصاوبوا الصابلي ديالنا اليوم بالبيسكوي او لا هيرنيز او لا صابلي، المهم كما تلاحظوا قدامكم، يعني غير نزينو صافي. غنحتاج هنايا هيرنيز وصابلي بجوج، انا خديتهم بجوجهم، خديت الباكيات عفوا اللي يكفيوني، انتم ما خديت انا دوك ديال درهم. وحاولوا تاخذوا شويه كنت تكتيره باش حكت بعض المرات تلقاو شي حبات مهرسين. انتم خديت انا هاد الصابلي وهيرنيز، كما قلت لكم تلقاو شي باكيات مهرسين، شي حبيبات عفوا مهرسين. المهم نحتاج البافو، وغنحتاج الفويتين اللي هرمشتو باش يضاعف شويه الحجم ديالو، وغنحتاج كاوكاو ايفيل اللي حمرته شويه، وكاوكاو مهرمش، وبطبيعه الحال الشكلاط. انا رفيت لي عمرت السيليكونات ديالي. المهم الشكلاط بيض وشكلاط كحل ذوبتهم، انا ذوبتهم في الميكرون، نتوما ديروا حمام مريم، راكم عارفين كلكم تذوبوا الشكلاط وما نسيش السيليكونات. المهم انا عندي بزاف ديال الشكال، نتوما غتخدموا بالشكيلات اللي هما عندكم اللي متوفرين عندكم في الدار. بالنسبه للشكلاط، الشكلاط انصيكم بقالة، خدوا قالة هي اللي ماركه الصراحه زوينه، وما تزيدوا معاها لا زيت لا حتى حاجه، تذوب الراسه تولي جاريه. كما تلاحظوا هنا انا عمرت الشكلاط البيض وعمرت الكحل، دابا غادي ننسجم ما بين البيض والكحل باش يعطيني واحد اللون كري بحال الكري. انتما غنخلط، صراحه ما عطانيش اللون اللي انا باغا. غنزيد واحد شويه ديال الشكلاط ابيض، غادي نبقى نضيفه في الشكلاط الابيض تتحصلوا على اللون اللي نتوما باغيين، كل واحد واللون اللي غيعجبه. صافي غنحرك ثاني مزيان، ورغم ذلك غنزيد الشكلاط الابيض، يعني باقي اللون مغموق، انا باغا اللون يكون مفتوح. غنزيد واحد شويه الشكلاط الابيض، كما قلت لكم نتوما غادي ديروا تبقاو تضيفوا في الشكلاط الابيض تحصلوا على اللون اللي نتوما اللي هو عجبكم نتوما. انتوما نكتفي بهذا القدر، يجينا على هذا الشكل صافي. وغادي نبدا نعمر السيليكون انتوما على هذا الشكل، تزو غير معلقه كما تلاحظوا وبقاو تعمروا. كما قلت لكم انايا هنا ما استعملتش الشكلاط كالا، شوفوا كي واقف يعني ما جاريش. نتوما الا استعملتوا كالا راه غيجيكم رائع في الخدمه ديالو، ما يمحلكم ما حتى حاجه. انا ما لقيتوش صراحه، قلبت عليه ولكن ما لقيتوش، واضطريت انني نجيب شكل اخر، ولكن كما قلت لكم تيمحل شويه في الخدمه، تيكون ثقيل. ودابا الحال سخون، الا زدتي ليه الزيت اول حاجه تيخسر ليه المذاق ديالو، وثاني حاجه تيدوب دغيا، ماشي بحال الكالا يعني تيدوب الراس، وما تحتاجوا لا زيت لا حليب لا حتى حاجه، وتيشد راسو واخا الحال سخون ما غاديش يدوب ليكم، يعني تيقاوم شويه الحراره. وتا المذاق ديالو رائع صراحه، عنده مذاق زوين. صافي كما تلاحظوا غناخد هذا السيليكون ثاني بسكوي، تيقولوا لي بسكوي، وغنعمرو، غنعمرو بشكلاط كحل. انتما كما تلاحظوا غتهزوا غير الشكلاط وغادي تبقى تحطوا في السيليكون ديالكم لهذا الشكل. نتوما تقدروا تعمروه كامل، المهم انا كما قلت لكم السيليكونات يعني ماشي كلكم غادي توفروا عندكم نفس السيليكونات اللي هما عندي انايا، ولكن انا عطيتكم غير مثال، عطيتكم انا غير فكره، بغيت نوصل لكم الفكره وصافي. وانتوما راه التزيين تيبقى اختياري لكم، يعني راه تزينوا كيف ما بغيتوا، تقدروا ديروا بابيونات، تقدروا ديروا وريضه، تقدروا ديروا الخميسه، تقدروا ديروا التاج، يعني اي سيليكون هو عندك غتستعمليه. يعني راه تبارك الله ما شاء الله السيليكونات راه فيهم بزاف ديال الاشكال وبزاف ديال الانواع. صافي انا المهم حاولت ناخذ دوك السيليكونات اللي غيتواتاو ليا مع البسكوي، يعني راكم عارفين البسكوي يعني اللي غيتواتا ليك معاه. صافي غنحتاج حتى هاد الوريضه، وغنحتاج هاد الخشيبات. صافي ديك الفراشه بلاش، صافي هادشي اللي غندير، ندير التاج وديك الوريضه وهاد الخشيبات. بالنسبه للخشيبات تما نتوما تشوفوا معايا، راه غنعمرهم بثلاثه ديال الشكيلات، يعني غنعمر بالابيض والكري والكحل.
سيكونوا فيهم ثلاثة د الالوان. وتقدروا ديروا، تقدروا ديروا الزرق، تقدروا ديروا غوز، تقدروا ديروا اي لون نتوما بغيتوا. يعني تاخذوا الشوكولاتة الابيض وتضيفوا ليه اي لون نتوما باغيين، تضيفوا ليه الزرق، تضيفوا ليه هذا، تضيفوا ليه الذهبي، تضيفوا ليه الغوز، يعني اي لون نتوما باغيين. بالنسبه للناس اللي تيقولوا لي الشوكولات ما تيدوبش ليهم، تيلقاو مشكل مع الشوكولات، شحال من واحد تيقول لي الشوكولات ما تيدوبش، تيتحجر ليا، النصيحه اللي نقول لكم هو انكم استعملوا غالا. يعني تستعملوا بعد مره شي ماركه اخرى، ما عرفتش تقدر ما تكونش مزيانه او لا، ولكن بالنسبه للشوكولات باش انكم كيما بغات تكون النوعيه ديالو، يعني غادي غادي ديرو في حمام مريم، تحاولوا الكاسرونه اللي غتحطوا فيها الشوكولات ما تكونش سارده، والماء اللي الكاسرونه اللي تحتاني اللي غديروا فيها الماء يكون الماء قليل. فاكره بعض المرات تيطلع داك الماء من تبدا تغلي الكاسرونه، تيطلع الماء تيدوز لكم الكاسرونه الفوقانيه اللي فيها الشوكولات، وتما فين تيتحجر لكم او لما تيبغيش يدوب لكم مزيان. ولكن استعملوا غالا وديروا كما قلت لكم الكاسرونه تحتاني يكون فيها الماء غير قليل، والفوقانيه تكون يعني مجموعه باش الشوكولات ديالكم يدوب. وما تزيدوا ليه لا زيت لا حتى حاجه اللي استعملتوا غالا، ما تزيدوا حتى حاجه، غير بوحدو خليوه يدوب على خاطرو، حركوه وغتشوفوا القوام ديالو كي تيولي صافي. كما تلاحظوا انا عمرت الخشبات ديالي بالابيض ومسحت ليهم دوك الجوانب، ضروري تمسحوا الجوانب باش ملي يجمد الشوكولات ديالنا تيعطي داك اللون ديال هذاك السيليكون. صافي دابا غنعمرت بالكري تاني نعمر. وبالنسبه للتعمار اللي عندها البره، تشري واحد البره ديال النقش وتخليها غير الحلويات، صراحه تساعد غتساعدك بزاف في التعمار ديال السيليكون، بالخصوص هاد السيليكونات هكا اللي عندهم الفمي مضيق، غتعاونكم البره بزاف. كاع انا يا الصراحه ما فين تلفات ليا، اما هي باش نخدم زوينه تنفع بزاف احسن من المعلقه. صافي انتما كما لاحظتوا عمرت حتى الشوكولات الكري صافي، ومسحت لي حتى هو الجوانب. دابا غندوزو لشوكولاته الكحل، غنعمرو حتى داك البقايا ديال السيليكون، داكشي اللي بقى ليا. واحد القضيه، يعني هادو خاص يكون الحجم ديالهم قد قد، يعني بحال العدد اللي درتي في الابيض ديريه في الكري ديريه في الكحل. يعني مثلا درتي 10 بيضين 10 كريين 10 كحلين، حيت في التزيين غتحتاجيهم بحال بحال، يعني بقى تهزي وحده وحده وحده. انتما ردوا البال لهاد القضيه دي باش ما يشتش ليكم، ولا شط ليكم راه ماشي مشكله، تقدروا تهزوا وتعاودوا تذوبوه. انا راه فاش مثلا يكون عندي ما يدار تنهز هاد السيليكونات كاع اللي عندي وتنجيب الشوكولاته تذوبو، وتنصاوب شكيلات بزاف تنديرهم في السوبر وتنديرهم في الثلاجه. يعني ملي تيجي شي حتى يبغي الصابلي في البلاصه تيكون عندي كيفاش نزين الصابلي كما قلت لكم. ولا بغيتوا مثلا الشوكولاته حتى جيتو الشوكولاته وما بقاش عندكم، غتاخذوا غير من هادوك السيليكون هذاك الشوكولاته اللي نتوما صاوبتو وتعاودوا تذوبوه. صافي خديت هاد الورده حتى هي كما تلاحظوا، غنحط فيها الشوكولاته على هذا الشكل، درت فيها الكحل صافي، وغادي نخبطها شويه حتى هي وندخل السيليكونات ديالي كاملين للثلاجه مده 5 ديال الدقائق، وراه غادي يجمدوا غادي يشدوا ريوسهم. يعني راه ساهلين ماشي شي حاجه اللي هي صعيبه، نتمنى الفكره تكون وصلتكم. وبالنسبه للتزيين انا نوريكم كيفاش تزينوا، حيت صراحه ما بغيتش نطول عليكم الفيديو، حيت شي حاجه اللي هي بسيطه جدا. انتم كما تلاحظوا بالنسبه لهذا الشكل هذا، تندهن غير البسكويت ديالي بالكوفيتير، تنحط ديك الدوده وزوقته بالفيوتين. يعني راه ساهله حاجه اللي هي ساهله، ما كاينلاش نطول لكم الفيديو. صافي راه تدهنوا بالكوفيتير وتزينوا كيما بغيتوا. هذا ثاني كيما لاحظتوا دهنت البسكويت ديالي بالكوفيتير، تقدروا تدهنوا بالناباج. صافي وتنحط ديك الوريضه ديالي وتندير لها كاوكاو ايفيلي من الجناب. بالنسبه تقدروا ديروا لها البريو ذهبي او البريو اللي يعجبكم. انتما كما تلاحظوا هذا الشكل ثاني، خديت دوك الخشيبات تنحط وحده بيضاء وحده قريه وحده كحله، وتندير لها البافو ثاني من الجناب. هاد البسكويت يعني درت حطيت وحده ودرت لها فويتين من التحت. يعني التزيين كما قلت لكم تيبقى اختياري، نتوما تزينوا كيف ما بغيتوا، راه تنظن الفكره تكون وصلتكم. وصراحه الصابلي تيجي ساهل وغتوجدوا حليوات العيد بكل سهوله، ما كاين لا تماره لا مجهود لا حتى حاجه. وكما قلت لكم من قبل غتزينوا نتوما كما بغيتوا. نتمنى الفيديو اليوم ينال الاعجاب ديالكم، ويلا عجبكم ما تنساوش تابوناو عندي في القناه وتبارطاجيو الفيديو مع الاصدقاء والاحباب باش تعم الفائده للجميع. بسلام عليكم، تلاقاو ان شاء الله فيديو جديد، باي باي.